الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات قمة مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، ناقش خلالها تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، وأكد خلالها رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليا. كما شدد الزعيمان على أهمية عدم توسيع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد الزعيمان أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. استشهد 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين. وفي مدينة رفح أفاد شهود عيان بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة منازل، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بقطاع غزة، وأوضحت كتائب المقاومة أنه تم استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعدة قذائف في مخيم جباليا، مما أدى لوقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح. وأشارت كتائب المقاومة إلى أنه تم استهداف 3 آليات عسكرية في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة. من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين وضابط وإصابة 3 آخرين في الاشتباكات الأخيرة بقطاع غزة. وصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدة بالضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، كما اندلعت اشتباكات مسلحة أيضا في عدد من مدن الضفة الغربية، حيث شملت مدن جنين وطول كرم وكذلك الطيرة وشعفاط وقلقلية. كما شمل الاقتحام الخليل والعيساوية في القدس وأريحة ونابلس. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدد ماكرون على ضرورة العمل على وقف الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين وحالة الطوارئ الإنسانية المطلقة التي يواجهها السكان المدنيون في قطاع غزة. وأضافت الرئاسة في بيان لها أن فرنسا ستعمل خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع الأردن على تنفيذ عمليات إنسانية في غزة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجيش الأمريكي نفذ بناء على توجيهات ضربة استهدفت منشآت في العراق وسوريا يستخدمها مسلحون لتوجيه ضربات ضد المصالح الأمريكية. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الضرورة والمناسبة، وذلك للتصدي لأي تهديدات أو هجمات. وتعرضت القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية لما يزيد على 110 استهدافات منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. Thank you very much.